وبتكسر شقة جنبها وعاملة بقى موضبة وجايبة في الوسائط في الاسم ودفعت فلوس للبواب. فالبواب جه بعد كده قال لي يا ريت تيجي معايا النيابة وتشهد ان انا خلعت درسي عندك الساعة كذا الساعة كذا. قلت له ماشي انا حاجة اشهد، بس هشهد ان انت قلت لي اخلع لي اي درس وان انت ما كانش في حاجة وجعك. فقال لا طب خلاص. ففكرة التواطؤ انه الناس، انا بقول له يعني الناس دي اللي هي بتحرس المكان ده لو خدت 50,000 جنيه كل واحد، قال لي لا ده لو خدوا 2000. وبعدين هو مش مطلوب منه انه يعمل حاجة، ده مطلوب منه انه لأي عذر من الاعذار ما يبقاش موجود، واخد بقى، لان مش معقولة حاجة تتحرق لمدة 4 ساعات. مفيش حد، انت بتقولي محدش كان موجود خالص مش كده؟ انا حقيقة ما اعتقدش، انا اعتقد انه بلاش على تويتر دلوقتي مكتوب ايه، اقرا لهم اللي مكتوب حضرتك. واحد بعت له لان احنا بعتين ان احنا متضامنين وكده على تويتر، انا كاتب ان احنا جايين نتضامن مع الدكتور نور. بعت لي بص بقى وحاطط علامه رابعه، بص بقى رمز الغباء مفيش اي علاقه بالعلامه رابعه واي حاجه، لا دين ولا حياه ولا فلسفه ولا منطق كده، ده بالظبط عباره عن قمه، هي رمز الغباء، رمز الغباء يعني كده، يعني لما تشيرشل عمل كده لانها في فيكتوري، لما بيعمل واحد كده يعني الى اعلى، لما يعمل كده الى اسفل، لما تعمل كده ايه ملهاش يعني فعلا رمز الغباء. فبعت يقول لي ايه بقى، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ده قرآن؟ لا، وده المفروض ان اجهزة الامن تمسكه للحقيقة. ده قرآن، ده بيقول لي انت بصراحة يعني انت خدت حقك وخدت اللي المفروض تستحقه علشان انت فتنت المؤمنين والمؤمنات. هو فاكر ان الاخوان والمؤمنين والنهاردة في الجزيرة واحد طلع وقال انه حبس مرسي ده يعني يجيب فايدة على المسلمين علشان ورانا الكفار، يعني انت لو مش عايزة مرسي يرجع تبقى كافرة. طبعا ده بالنسبة للمسلمين، لان المسيحيين اصلا هم ما بالنسبة لهم من يعني 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 ما شفتش فعلا كمية غباء على رأيك. انا عملت له ريتويت واخلي كل اصحابي عشان نفضحهم يعني. انا مش عارف ده قران ولا حد فينا بيفهم كده في الدين، حد يقول لي دي ايه؟ هي ايه محرمه؟ هي ايه؟ ما فيهاش عذاب الحريق الايه؟ يعني هي ايه؟ هي بس هو ما فيش الحريق، ما فيش الحريق في الايه. لا فلهم عذاب جهنم بس ما فيش ربنا مش ما ازاي ازاي يعني بعد ما ربنا بعد ما يقول جهنم هيقول الحريق؟ لا لا مش بقوله، انا بس بفضحه خلاص. اتفضل يا دكتور. على فكره انا جاي، ناس سالوني على برنامج امبارح، انا اتكلمت على اسس الحكم المنحازه الاغلبيه الكادحه، هي موجوده في الجزء الثاني من هذا الكتاب كتيب صغير. ما فيش عذاب الحريق. وزع يعني. ايه؟ موجودة موجود عذاب جهنم وعذاب الحريق. لا هي كنت اصلا لا مؤاخذة يعني، يعني جهنم يعني بعد الحريق، يعني هو جهنم مش حريق. في آية قرآنية بتقول كده؟ ايه؟ لا متهيألي ما يعني متهيألي متحرفة. ولا هم عذاب الحريق؟ ولا هم عذاب الحريق؟ هم بيستغلوا الا الذين فتغلوا المؤمنين والمؤمنات عشان صغير، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. دي بس مش مقصود بيها فله الدكتور ممدوح عذاب الحريق ده ربنا يعني. بالظبط رد عليه يعمل كده ربنا يا ابن الكلب. بالظبط بالظبط.